بسم الله الرحمن الرحيم، الله يعطيكم ألف عافية جميعا. بإذن الله بهذا الفيديو راح نستكمل شرحنا في مادة الدوائية 3. عشان نرتب أفكارنا بشكل عام، احنا راح تكون مادة فيرس بالغالب أول مجموعتين من السلايدات اللي هي البارت 1 و 2 و 3 و 4 من الأنتي كانسر ايجنت. البارت 1 تكلمنا عنه كان الأليكليتنج ايجنت، البارت 2 والبارت 3 راح نتكلم عنهم بهذا الفيديو اللي هم الأنتي ميتابولايت بالإضافة للأنتي بايوتيك أنتي كانسر ايجنت. اما بالنسبه للبارت 3 اللي هو راح يكون متعلق في الالكالويد والبلانت والاشياء الناتشرال اللي بتكون موجوده في الطبيعه وبنستخدمها عشان نعالج الكانسر. بالنسبه لموضوع الانتي ميتابولايت خلينا نبلش فيه. الانتي ميتابولايت عفوا، اول شيء بيخطر ببالك لما تسمعه انه هو ستراكشرلي ريليتد لنورمال كومباوند بتكون موجوده داخل السيل، فبالتالي هو دائما لما نحكي اسم الدواء الفلاني راح نحكي هو بيشبه كذا موجود في السيل تاعت الكانسر سيل، فبالتالي رح يشتغل محله يخدع الكانسر سيل بطريقه او باخرى، بيكون شبيه لستركشر طبيعي بيكون موجود في هاي السيل وبيشتغل محله بيثبط عمل انزيم معين او غيره، اشياء كلها بتؤدي للدمج او للابوبتوسيس تاعت الكانسر سيل او لتخريب عمليه انتاج الدي ان اي والار ان اي. هلا بحكي لك بشكل عام، الانتي ميتابولايت جنرالي انترفير وذ ذا افيلابيلتي اوف نورمال بيورين اند بايرامدين نيوكليوتايد بريكورسر ايذر. هم دائما بحكي لك بيخربوا موضوع البيورين والبايراميدين اللي هم الاشياء الاساسيه والبيلدينج بلوك للدي ان اي تاعت الكانسر سيل، عن طريق شغلتين، اما انهم يثبطوا السينثيسيز للبيورين والبايراميدين بشكل مباشر، او انهم الادويه اللي بنعطيها تعمل كومبيتيشن مع البايراميدين والبيورين داخل الدي ان اي والار ان اي، فبالتالي راح تخرب موضوع الدي ان اي والار ان اي ويصير عندك نوع من الدمج لهم داخل الكانسر سيل، فبالتالي الكانسر سيل راح يصير لها قتل وراح يصير لها سيل دمج. فبحكي لك هون انه الانتي ميتابولايت بتشتغل بشكل اساسي في الاس فيس السبيسيفيك دراج، يعني الاس فيس هي زي ما عرفنا بالشابتر الاول اللي هي الفيس اللي بتكون الخليه بتعمل انقسام او كوبي للجينيتك ماتيريال تاعتها، عشان بعدها بتجي فيز تجهز حالها لموضوع الميتوسيس وانقسام الخليه. فاحنا بالتالي بنمنع هاي العمليه، بنقلل من انتشار السرطان وبنفس الوقت بنعمل له دمج او بنعمل له قتل. فبحكي لك هي ذات ار structural analogs للاسينشال ميتابولايت اللي بتكون موجوده في الدي ان اي سينثيسيس. نقطه ثانيه لازم تخلوها ببالكم جدا جدا مهمه في كل موضوع الانتي ميتابولايت، انه موضوع السايد افكت المين سايد افكت تاعهم اللي هو المايلوسبريشن. المايلوسبريشن اللي هو خلل في نخاع العظم اللي راح ينتج عنه اي شيء، في اي شيء له علاقه في الدم، يعني راح يصير عنده نقص في خلايا الدم الحمراء، خلايا الدم البيضاء الليكوبينيا، راح يصير عنده ثرومبوسايتوبينيا، خلايا الصفائح الدمويه راح يصير عندها نقصان، اي شيء متعلق بالدم بعديها حطوه في موضوع المايلوسبريشن. فنقطه جدا مهمه وسؤال ضع دائره جدا وارد يكون اول سؤال استفتاحيه بالامتحان، انه شو المين سايد افكت للانتي ميتابولايت، مباشره بتحط له ايش المايلوسبريشن، وهو اصلا يعني السايد افكت نفسه دوز ليمتنج توكسيسيتي. يعني شو الدوز ليمتنج توكسيسيتي؟ يعني شو الشيء اللي بيعمل لي ليميتيشن او انه بحددني في موضوع زياده الدوز اللي هو المايلوسبريشن، لانه اذا زدتها راح يصير عندي توكسيسيتي واللي هي ايش المايلوسبريشن. هاي السلايد بشكل عام مش مطلوبه ما حكاها الدكتور. خلينا نحكي عن الاربع انواع الاساسيه للانتي ميتابولايت، راح نركز على نوعين منهم اللي هم البايراميدين انتاغونست والبيورين انتاغونست اللي انهم فيهم ادويه منوعه. بالنسبه للدي ان اي بوليمريز دي ان اي تشين الونجيشن انهبيتور، هم نفس اللي هو الدي ان اي بوليمريز نفسه الدي ان اي تشين الونجيشن انهبيتور، وايضا الرابع اللي هو المسيليونس انتي ميتابولايت. اخر اثنين ما راح يتم التركيز عليهم بشكل كثير، بس معلومات خفيفه لطيفه. بالنسبه للانتي ميتابولايت، بالنسبه للبايراميدين انتاغونست عفوا، البايراميدين انتاغونست اول مثال على الانتي ميتابولايت انتي كانسر ايجنت. الهدف الاساسي من البايراميدين انتاغونست خلوها ببالكم انه احنا نثبط او نثبط السينثيسيز للدي تي ام بي. شو الدي تي ام بي؟ اللي هي دي اوكسيثايميدين مونوفوسفيت اللي هي بيلدينج بلوك في الدي ان اي تاعت الكانسر سيل. نقطة جدا مهمة ملاحظة قبل ما نبلش الشرح، انه الدكتور بران حكى بدوش يشوف اي نوع من الاختصارات في الامتحان، يعني ما بده يشوف تكتب له دي تي ام بي دي اتش اف ار دي اتش اف اي اشياء ام تي اكس، لا بده تكتب له الاسم كامل، يعني ديوكسيثايميدين مونوفوسفيت وجنبه الاختصار تاعه. المهم زي ما حكينا، الهدف الاساسي من البايراميدين انتاغونست انه احنا نثبط تصنيع الديوكسيثايميدين مونوفوسفيت الدي تي ام بي
عن طريقين، كيف دايركت وان دايركت. خلينا نبلش بالاندايركت. هو بشكل اساسي بحكي لك بيشتغل على الانزيم اللي هو داي هيدروفوليت، بيعمل له انهيبيشن، فسميناهم داي هيدروفوليت ريدكتيز انهيبيشن او انهيبيترز. شو المثال عليه؟ اللي هو الميثوتروكسيت. تمام، الميثوتروكسيت مثال على الاندايركت انهيبيتر. الدايركت عندك الفلورويوراسيل، عندك الفلوكسي يوريدين، وعندك الديجا 4. هدول يا جماعه الخير بيشتغلوا دايركت انهيبيشن لتصنيع الدي تي ام بي عن طريق انهم يعملوا انهيبيشن لانزيم اسمه ثايميديليت سينثيز، فعشان هيك سميناهم ثايميديليت سينثيز ايش انهيبيتر. بالنسبه للميثوتروكسيت، الميثوتروكسيت زي ما حكينا انه موضوع الانتي ميتابولايت هم بيشبهوا اشياء بتكون اندوجينيوس او نورمال كومباوند بتكون موجوده في الكانسر سيل. فراح نحكي اول مثال على الاشياء اللي بتشبه اشياء اللي هو الميثوتروكسيت، بيشبه الفوليك اسيد بالاضافه لانه بيشبه الدي اتش اف اللي هو الدايهيدرو فوليت. الميثوتروكسيت از اكتيفلي ترانسبورتد داخل الماميديال سيل، انهبش بيعمل انهبيشن للدايهيدرو فوليت ريدكتيز، ذا انزايم ذات نورمالي كونفيرت دايهيدرو فوليت تو تترا فوليت. طيب قبل ما نقرا القراءه هاي السلايد كلها، خلينا نروح ندرس الوضع الطبيعي اللي بيصير في الكانسر سيل، بعديها ندرس الوضع المش طبيعي. انت دائما تعود في دراستك ادرس بهذه الطريقه، شوف شو اللي بيصير بشكل طبيعي في الكانسر، بعدين لما نعطي الدواء وين بضرب مباشره راح تعرف الميكانيزم تاعت الدواء. هلا الكانسر سيل بدها عشان تعيش وتكمل دوره الحياه تاعتها، السيل سايكل، بدها تنتج الدي ان اي تاعها عشان بعدين ينقسم، يصير لها مايتوسيس وتنتشر باكبر كميه ممكنه. طيب عشان تعمل الدي ان اي بدها بيلدينج بلوك، واحده من البيلدينج بلوك للدي ان اي اللي هو الدي تي ام بي. تمام، الدي تي ام بي هو شيء مفيد للكانسر سيل، انا هدفي اني اعمل له تثبيط. تمام، كيف بدي اعمل له تثبيط؟ قبل ما اعرف كيف بدي اعمل تثبيط خليني اعرف الشيء الصحيح اللي بيصير في الكانسر سيل. الفوليك اسيد اللي هو الشيء الكانسر سيل بتتغذى عليه بدخل وبتحول لداي هيدروفوليت عن طريق انزيم اسمه داي هيدروفوليت ريدكتيز. الداي هيدروفوليت بتحول بنفس الانزيم اللي اسمه داي هيدروفوليت ريدكتيز لشيء اسمه تترا هيدروفوليت. التترا هيدروفوليت برضه بتحول عن طريق انزيم ما ركز عليه الدكتور لشيء اسمه كله هذا، حطوا عليه دائره وحطوا عن سهم اسمه كوفاكتور، مش ضروري نحفظ كل هذا الشيء. الكوفاكتور بعدين هو البريكورسر للانزيم اللي اسمه ثايميديليت سينثيز. ثايميديليت سينثيز بقوم بتحويل الكوفاكتور هذا للداي هيدروفوليت، وبنتج من هاي العمليه اللي هو الدي تي ام بي، تحويل الدي يو ام بي للدي تي ام بي اللي هي بيلدينج بلوك للدي ان اي تاعت الكانسر سيل. هذا هو الوضع الطبيعي للايش للكانسر سيل. شو هلا احنا بدنا نعمل لما ندخل الدواء اللي هو الميثوتروكسيت؟ كيف راح يضرب لي هذا الاسكيم؟ كيف راح يضرب لي هذه الدائره؟ راح يضرب لي اياها بنقطتين اساسيات اللي هم مكان شغل الداي هيدروفوليت ريدكتيز. الداي هيدروفوليت زي ما حكينا ريدكتيز بيشتغل على تحويل الفوليك اسيد للداي هيدروفوليت والداي هيدروفوليت للتترا هيدروفوليت. طيب احنا حكينا انه الميثوتروكسيت بيشبه الفوليك اسيد وبيشبه الداي هيدروفوليت، فبالتالي لما يروح يدخل بدل الفوليك اسيد راح يعمل تثبيط للداي هيدروفوليت ريدكتيز، فعشان هيك بنسميه داي هيدروفوليت ريدكتيز. فبالتالي ما بنتج عندي داي هيدروفوليت، ما بنتج عندي تترا هيدروفوليت، ما بنتج عندي كوفاكتور، وما راح يكون في شيء يشتغل عليه الثايميديليت سينثيز حتى لو كان موجود. انا عندي ثايميديليت سينثيز مليون وحده، طب انا ما عندي كوفاكتور، فبالتالي ما راح يتم تحويل الدي يو ام بي للدي تي ام بي، فبالتالي الدي تي ام بي ما راح ينتج اللي هو البندنج بلوك للدي ان اي، ما راح يصير في نمو للدي ان اي، راح يصير في عندنا ايش؟ سيل دامج. ونفس الشيء بيشتغل على الميثوتروكسيت، بيشتغل على تحويل الداي هيدروفوليت لانه انالوج ايضا للداي هيدروفوليت زي ما حكينا، فبالتالي راح يعمل تثبيط للداي هيدروفوليت ريدكتيز الموجود هنا، ما راح يعطيني تترا هيدروفوليت، ما راح يعطيني كوفاكتور، الثايميديليت سيلفيز ما راح يكون في كوفاكتور يشتغل عليه، فما راح يحول لي دي ام بي لدي تي ام بي، فبالتالي ما راح يكون في عندي بيلدينج بلوك للدي ان اي تاعت الكانسر سيل، فبالتالي راح يصير عندي ايش؟ سيل دامج. هاي هي الميكانيزم الاساسي لموضوع الميثوتروكسيت. خلينا نرجع للسلايدات ونقرا. بحكي لك الميثوتروكسيت از اكتيفلي ترانسبورتد داخل الماميليال سيل، انهبت داي هيدروفوليت ريدكتيز انزيم ذات اللي هو ايش بيعمل؟ انزيم ذات نورمالي كونفيرت الدايتري فوليت للتترا هيدروفوليت form required for thymidine synthesis او thymidine and purine synthesis عفوا.
اللي هو التترا هيدروفوليت، بعدها بتحول لكوفاكتور وبشتغل عليه الثايميدينيت سينثيز، وبعدين دي تي ام بي اللي هي موضوع الثايمدين والبيورين سينثيسيس اللي هو بناء الدي ان اي بشكل عام. طيب شو الادفيرس افكت؟ مباشره لما احكي لك ادفيرس افكت وانت بتعرف انه الميثوتروكسيت من الانتي ميتابولايت ايجنت، مباشره بتحكي ايش؟ مايلوسبريشن. فالمايلوسبريشن شو راح ينتج عنه؟ سيفير ليكوبينيا اللي هي نقص في الوايت بي سيز، بون مارو ابليجيا اللي هو خلل في موضوع النخاع العظم، ثرومبوسايتوبينيا قله في الصفائح الدمويه. This agent may produce severe gastrointestinal disturbance، بيعمل لي برضه مشاكل في الجي اي تي، برضه بيعمل لي مشاكل في الرينال توكسيسيتي. ليش؟ لانه ممكن يعمل لي كريستاليوريا، ممكن يصير بيرسبتيشن لل 7 او اتش او الاو اتش الموجوده على كربون نمبر 7 اللي بتكون موجوده في الميتابولايت تاعت الميثوتروكسيت، فبالتالي بيعمل لي مايلوسبريشن وتوبعها جي اي تي ديستربنس بالاضافه للرينال توكسيسيتي. زي ما شفتوا هاي المعلومات كلها حكيناها اللي هي structural the structure of methotrexate بيشبه الفوليك اسيد والدايهيدروفوليت. Methotrexate inhibit dihydrofolate reductase and prevent conversion of tetrahydrofolate للكوفاكتور اللي هو هذا. بعدين depletion of cofactor affect thymidylate synthase and lower synthesis لل DTMP. تمام، كله هذا، فبالتالي DTMP راح تقل. هذا هو الكلام بشكل عام عن موضوع الميثوتروكسيت اللي هو بيشتغل زي ما حكينا indirect. احنا شوفوا يعني عشان نفهم الموضوع، راح يكون في عنا يعني انا هدفي الاساسي ان انا اضبط شغل هذا الانزيم. الميثوتروكسيت بيشتغل على نقاط غير هذا الانزيم، فعشان هيك سميناه indirect. الدايركت راح يشتغل على نفس هذا الانزيم اللي هو الثايميدريت سانثيز اللي هو راح يكون اسمه ايش يا جماعه الخير؟ والراح اللي هو الفايف فلورو يوراسيل. فايف فلورو يوراسيل اللي هو ثايميدريت سينثيز انهبيتر بيشتغل دايركت. الفايف فلورو يوراسيل اكت از برودراج، فبالتالي هو راح يتحول من inactive form لactive form في الليفر، which is converted to fluorinated analogs اللي هو 2-deoxyuridylic acid monophosphate 5-FDUMB. فبالتالي بدنا نحفظ هذا الاختصار، بنحفظ اسمه، يعني هو 5-fluorinated deoxyuridylic acid monophosphate. ال 5FDUMB هذا compete with deoxyuridine monophosphate for enzyme thymidylate synthase. ال DUMB يا جماعة الخير وين شفناه؟ شفناها هي هون. ال DUMB اللي هو بيشتغل على thymidine synthase بعطيني DTMB. ال 5-fluorouracil بكل بساطة بروح بمسك هذا ال DUMB بزته بعيد وبشتغلي على thymidylate synthase، ما بعطيني DTMB، بيعمل تثبيط ل thymidylate ايش؟ synthase. فبحكي لك ال 5 فلورينيتد دي اوكسيوريليك اسيد مونوفوسفيت انهبيت ذا ثايميلات ديليت سينثيز اند بريفنت سينثيسز للدي تي ام بي ا ميجور بيلدينج بلوك للدي ان اي. طلعوا هون عندنا الاستراكشر هذا بشكل سريع، خلينا نشوفه بسلايدات الدكتور شوي ممكن يكون اوضح. هاي زي ما انتم شايفين هون عندك اليوراسيل والثايميدين اللي هو الوضع الطبيعي. اليوراسيل راح يحول لي راح يتحول ل دي يو ام بي اللي هو الوضع الطبيعي في خلايا الكانسر سيل، بعديها الدي يو ام بي عن طريق الثايميدريت سانثيز راح يتحول لي ل دي تي ام بي اللي هي المفيده كبيلدينج بلوك. في حاله الفايف فلورو يوراسيل، فلايف فلورو يوراسيل راح يتحول ل الفايف اف دي يو ام بي، والفايف اف دي يو ام بي راح عن طريق الثايميدريت سانثيز راح يتحول ل فايف اف دي تي ام بي اللي هي فولس بيلدينج بلوك خلينا نسميها، او يعني اي شيء غير الدي تي ام بي اللي هو مهم لبناء الايش؟ الدي ان اي. فزي ما انتم شايفين هاي نفس الشيء عاد. طيب شو الادفيرس افكت للفايف فلورو يوراسيل؟ الادفيرس افكت زي ما تكلمنا اللي هو مايلوسبريشن، ايضا بيعمل لي نويزيا، بيعمل لي فوميتنج، بيعمل لي جاسترو انتستينال السريشن. هسا بالنسبة للفايف فلورو يوراسيل ممكن يصير في تنوع في حالة الادفيرس افكت تاعه او خطوط الادفيرس افكت اذا احنا اعطيناه بولس انجكشن او انفيوجن. اذا اعطيناه بولس بيكون الخطورة الاكبر من الميالوسبريشن، اذا اعطيناه انفيوجن بيكون الخطر الاكبر من الميوكوزال دامج. تمام، فهي ركزوا عليها بشكل عام، انه الميوكوزال دامج في حالة الانفيوجن، الميالوسبريشن في حالة البولس انجكشن. التيجا 4، التيجا 4 يا جماعة الخير الدكتور تكلم عنه وحكى يعني في سؤال نوعا ما جاي انه هو راح يجي يحكي لك. قبل ما نحكي خلينا نحكي انه التيجا 4 هو برو دراج، برو دراج خلينا نحكي دبل برو دراج، هو برو دراج من
ال5 فلورو يراسيل هو بتحول داخل الجسم ل5 فلورو يراسيل، و5 فلورو يراسيل زي ما حكينا هو اصلا برودراك بتحول للاكتيف فورم تاعه اللي هو 5 دي يو ام بي، فبعديها بيشتغل على ثيمديلييت سينثيز. ف التيجا 4 اذا بتشوفه نفس هذا الاستراكشر من غير هاي الدائره، تمام، هو ال5 فلورو يراسيل لما حطينا هاي الجروب صار اسمه تيجا 4، فبحكي لك اتس 3 تترا هيدرو فلورينيل ديريفيتيفز لل5 فلورو يوراسيل، اتس برو دراج سلولي ميتابولايزد تو 5 فلورو يوراسيل. فالسؤال راح يجي هون كالتالي زي ما تكلمنا، راح يجيب لك دائره يحكي لك ويتش ون من ستيتمنت هي الاصح او الصحيحه، يحكي لك التيجا 4 هو برو دراج من ال5 فلورو يوراسيل، بي ال5 فلورو يوراسيل هو برو دراج من التيجا 4، التيجا 4 هو برودراج من اي شيء اخر. الجواب الصحيح هو التيجا 4 از ذا برودراج اوف 5 فلورو يوراسيل. هاي هون التيجا 4 هو برودراج من 5 فلورو يوراسيل، لانه التيجا 4 بتحول بعدها ل 5 فلورو يوراسيل، 5 فلورو يوراسيل بتحول للاكتيف فورم تاعه وبيشتغل على ايش؟ بيشتغل على الثايميديلايت سينثيس. طيب بالنسبه للبيورين انتاجونست، خلصنا البيراميدين. البيورين انتاجونست هم الازاثيوبيرين، وعندك ال6 ميركبتوبيورين، وعندك ال6 ثايوجوانين، كلياتهم يا جماعه الخير عباره عن ايش؟ برو دراجز. كلياتهم عباره عن شو؟ برو دراجز. بالنسبه للازاثيوبيرين هو دراج بتحول، هو برو دراج بتحول نون انزيماتيك اكتيفيشن داخل الار بي سيز الريد بلاد سيلز لل6 ميركبتوبيورين. فبالتالي يعني الازيثروبرين وال6 ميركبتوبيورين هم يعني اثنين في واحد، دوين في واحد. الازيثروبرين اخرته يتحول ل6 ميركبتوبيورين، وال6 ميركبتوبيورين بتحول لاكتيف فورم وبعطيني الشغل تاعه. ولكن نقطة جدا مهمة انه لازم نعرف انه الازيثروبرين بتحول ل6 ميركبتوبيورين، نعرف نقطتين، انه بدون انزيم لحاله يعني نان انزيمتك اكتيفيشن، وداخل شو؟ داخل الار بي سيز مش داخل الليفر، مش يعني انه برو دراج يعني لازم داخل الليفر، لا. الازيثيوبرين بتحول 6 ميركبتوبيورين داخل شو؟ داخل الار بي سيز. فعندك الازيثيوبرين هنا داخل الار بي سيز بتحول 6 ميركبتوبيورين، وعندك ال6 ثايوجوين 6 ثايوجوينين. زي ما تشوفوا هنا عندك ليش سميناها 6 ثايوجوينين؟ هي جوانين بشكل عام. في عندك الاس اتش هنا فسميناها 6 اس اتش، والبيورين نفس الشيء حطينا اس اتش على كاربون نمبر 6 فسميناها 6 ميركبتو بيورين. هاي العجقة سيبوكم منها، خلينا نروح على سلايدات الدكتور أحسن شوي صغيرة. هذه جدا جدا مهمة يا جماعة الخير، سهلة وخفيفة ولطيفة، بس خلينا نركز مع بعض. بالنسبة للميكانيزم اوف اكشن لل6 ميركبتوبيورين والثايوجوانين، هلا خلينا نبلش من هنا، بس قبل ما نبلش خلينا نتعرف على الانزيمات الموجودة معانا، نستضيفهم واحد واحد. عندك ال HGPRT، طبعا بعيد وبكرر الدكتور ما بده اختصارات، بده اشياء تكتبوها كاملة. ال اتش جي بي ار تي اللي هو هايبوزانثين جوانين فوسفورايبوسيل ترانسفيريز. عندك شو بيشتغل هسه راح نحكي، التي بي ام تي اللي هو الثايوبيورين اس ميثايل ترانسفيريز، والاكس او اللي هو الزانثين اوكسيديز. خلينا نبلش من هنا، عندك ال 6 ثايوجوانين اللي هو هذا زي ما تكلمنا عنه 6 ثايوجوانين. ال 6 ثايوجوانين في انزيمين بيشتغلوا عليه بشكل اساسي، اول واحد هو صاحبنا التي بي ام تي، طبعا انا بالشرح راح استخدم الاختصارات بالكتابه، انتوا اكتبوا الاسم الطويل. بتحول بشكل اساسي 6 ثايوجوانين عن طريق الانزيم اللي هو ال اتش جي بي ار تي ل التي جي ام بي، تمام. هلا التي جي ام بي اللي هو الاكتيف فورم اللي بعديها راح يتحول عن طريق انزيم اسمه كاينيز ريداكتيز، يعني راح يحط عليه هيدروجين او راح يحط عليه عفوا فوسفيت جروب، بتحول للثايو دي جي تي بي اللي هو بيدخل داخل الدي ان اي والار ان اي انكوربوريتد انتو دي ان اي وار ان اي، وبسبب لي ايش؟ سيل ديث، بسبب لي كوزنج سيل ديث. هسا ال 6 تي جي اللي هو 6 ثايوجوانين بيشتغلوا عليه انزيمين، بيعملوا له بيشتغلوا عليه عفوا انزيم واحد بكلا خطوتين بيعملوا له انهبيشن. الاول مره اللي هو الانزيم اللي هو الثايوبيورين اس ميثايل ترانسفيريز تي بي ام تي بيشتغل عليه قبل ما يصير له اكتيفيشن بهاي المرحله، بيحول لي اياه لميثايل 6 ثايوجوانين، بيمسك هاي الاس وبحط عليها ميثايل لانه اسمه ميثايل ترانسفيريز اس ميثايل ترانسفيريز، بيمسك هاي الاس برميها وبحط عليها ميثايل، بس ينحط عليها ميثايل بصير ان اكتيف فورم. فانت اول ما تشوف انه الاس هاي موجوده راح هون، في عندك اس، في عندك هون اس، في عندك هون اس، في عندك هون اس،
في جميع الحالات إذا وجدت هاي الإس، أو عفوا هو ما بيمسك الإس وبشيلها، هو بحط عليها ميثايل، معلش عفوا، هو بيمسك الإس وبحط عليها ميثايل فبحولها ل inactive، مش بشيلها وبحط ميثايل، لا بحط عليها ميثايل. فزي ما حكينا إنه ال 6 ثايوكوينين بيصير له inactivation قبل، لا ما يصير له، بيصير له inactivation قبل ما يصير له activation عن طريق الإنزيم اللي اسمه TBMT، تمام، وبصير له ان اكتيفيشن بعد ما يصير له اكتيفيشن ويتحول لتي جي ام بي. الاس جروب ما زالت موجوده، فبالتالي راح يشتغل عليه نفس الانزيم اسمه تي بي ام تي، راح ايضا يحول لي اياه لان اكتيف فورم. فبدنا نلاحظ هون نقطه مهمه، راح يسالك يحكي لك ال 6 ثايوكوينين كم من انزيم بيشتغل عليه عشان يعطيني ان اكتيف فورم، راح تحكي له واحد، راح يحكي لك كم من مره، راح تحكي له مرتين، راح يحكي لك متى، راح تحكي له قبل عمليه الاكتيفيشن وبعد عمليه الاكتيفيشن. هاي الاسئله راح تنسال عنها، راح يسالك مثلا شو الانزيم اللي بحول لي ال 6 ثايوكوينين للاكتيف فورم تاعه، راح تحكي له الاتش جي بي ار تي او الاسم الكامل تاعه، شو الانزيم اللي بيشتغل عليه وعشان يحول لي اياه لان اكتيف فورم قبل الاكتيفيشن وبعد الاكتيفيشن، اللي هو تي بي ام تي ثايوبيورين اس ميثايل ترانسفيريز. يخلص من الموضوع ايش ال 6 ثايوكوينين اللي هو بعديها لما يصير اكتيف فورم بيشتغل عليه الكاينيز، بضيف عليه فوسفيت جروب زي ما حكينا، وبعطيني الانكوربوريتد داخل الدي ان اي والار ان اي كوزنج سيل ديث، اللي هو فولس بيلدينج بلوك، خلينا نسميه هذا الشيء. هذا بالنسبه لايش؟ ال 6 ثايوجوانين. خلصنا من هذا، خلينا ندخل على ال 6 ميركبتوجوانين، او قبل ما ندخل على ال 6 ميركبتوجوانين خلينا نشتغل على الازيثيوبرين اللي هو حكينا بيتحول داخل الار بي سيز عن طريق اكتيفيشن، بيكون نون انزيماتيك رياكشن، بتحول ال 6 ميركبتوبيورين. 6 ميركبتوبيورين يا جماعه خير بيشتغل على نفس الانزيم عشان يعمل له اكتيفيشن، اللي هو اتش جي بي ار تي، بيحول لي اياه لتي اي ام بي. تي اي ام بي بتحول عن طريق انزيم مش مطلوب نحفظه، لا كمان رياكتنت مش مطلوب نحفظه، وهذا المطلوب وهذا مش مطلوب نحفظه، بتحول عن طريق انزيم ايضا مش مطلوب نحفظه لتي جي ام بي، وتي جي ام بي بتحول عن طريق الانزيم الكاينيز ل الفورس بيلدينج بلوك، الفورس بيلدينج بلوك عفوا، اللي بتدخل داخل الدي ان اي والار ان اي وبسبب سيل ديث. هذا الاسكيم الطبيعي، ولكن راح يصير ل 6 ميركبتوبيورين ان اكتيفيشن عن طريق انزيمين. هون في بيشتغلوا عليه انزيمين مختلفين، هون هلا بدنا نصير نقارن. هون يا جماعه خير بيشتغل ال 6 ثايوكوينين انزيم واحد قبل عمليه الاكتيفيشن وبعد عمليه الاكتيفيشن، بعطيني ايش؟ بعطيني ديفرنت ان اكتيف ميتابولايت، هون بتختلف عن هاي، يعني هاي ميثايل تي جي ام بي، هون عندك ميثايل 6 تي جي. هلا بالنسبه لل 6 ميركبتوبيورين بيشتغلوا عليه انزيمين اثنين مختلفين قبل عمليه الاكتيفيشن، اول واحد اللي هو صاحبنا اللي بنعرفه التي بي ام تي بحول لي اياه لميثايل 6 ميركبتوبيورين، بيمسك هاي الاس بحط عليها ميثايل بصير ان اكتيف فورم. الانزيم الثاني اللي هو الاكس او اللي هو الزانثين اوكسيديز، الزانثين اوكسيديز بيحول لي اياه ل 6 ثيوريك اسيد. 6 ثيوريك اسيد يا جماعه خير بزيد لي اليوريك اسيد الموجود في البلد، فبيعمل لي هايبر يوريسيميا، بيعمل لي كثير شغلات. كيف راح امنع هاي العمليه؟ راح نحكي عنها في السلايد الجاي ان شاء الله. فبالتالي لازم نعرف انه 6 ميركبتوبيورين بيشتغلوا عليه انزيمين مختلفين قبل عملية الاكتيفيشن اللي بتصير عليه، بيحولوا لي اياه لتو ديفرنت ان اكتيف ايش ميتابولايت. نفس الانزيم اللي هو اتش جي بي ار تي بيعمل لي اياه اكتيفيشن، الاكتيفيشن تاعه هون شوي مختلف. التي اي ام بي ايضا بيحتوي على اس، هل بيشتغل عليه التي بي ام تي؟ اكيد بيشتغل. هل بيحول لي اياه لاكتيف لان اكتيف فورم؟ لا ما راح يحول لي اياها هون لان اكتيف فورم. هذا التحول هذا مفيد لي، ليش؟ لانه راح يدخل في عمليه التحول السينثيسيس للبيورين، راح يمنع تحول هذا الانزيم او هذا الشيء لهذا الشيء، تمام، بيثبط هاي العمليه، فبالتالي راح يثبط موضوع البيورين بايوسينثيسيس. هون نقطة جدا جدا مهمة لازم ننتبه عليها، ممكن يجي يحكي لك انه انو تفاعل من التفاعلات تاع تي بي ام تي بكون في صالحنا، اللي هو تحول التي اي ام بي، تحول التي اي ام بي ما بعطيني ان اكتيف ميتابولايت، بالعكس بعطيني اكتيف ميتابولايت وبتكون مفيدة لإلي في عملية الاكتيفيشن للبايو، في عملية الان اكتيفيشن للبيورين بايو سينثيسيس. طيب شو بدنا نتكلم هنا؟ الاسئلة ممكن نسأل عليها بشكل عام، بيحكي لك خلينا نشوف الازيثيوبرين وين بتحول؟ بتحول داخل الار بي سيز، بده انزيم ولا لا؟ بدوش انزيم. ال 6 ميركبتوبيورين كم من انزيم بيشتغلوا عليه عشان يعملوا له ان اكتيفيشن فورم، ومتى بيشتغلوا عليه؟ اثنين، الاكس او بعطيني 6 ثيوريك اسيد، وبيشتغل عليه التي بي ام تي بعطيني ميثايل 6 ميركبتوبيورين، متى؟ قبل ما يصير له اكتيفيشن، بعد ما يصير له اكتيفيشن بيصير له ان اكتيفيشن،
بتحكي له لا ما بصير اكتيفيشن، بيشتغل الليد تي بي ام تي مره ثانيه، بيعمل ميثايليشن على الاس الموجوده هنا، ولكن بعطيني اكتيف فورم بيشتغل في عمليه الانهبيشن للبيورين بايوسينثيسيس، بعديها بتحول في سلسله من التفاعلات للتي جي ام بي تاعي اللي بيشتغل على الكاينيز او الريدكتيز، بحط عليه فوسفيت، بيعمل انكوربوريشن داخل الدي ان اي والار ان اي، بيسبب لي ايش؟ كوزينج سيل ديث، لانه هذا عباره عن فولس بيلدينج بلوك. هذا هو بشكل عام الشيء اللي موجود هنا. جميع هذه الكلام اكيد ما راح ارجع اعيده، يعني بتقرؤوه لانه هو اللي انحكى قبل شوي. هلا حكينا بالشرح انه يا جماعه الخير في هون عندنا انزيم او دواء ممكن يثبط لي هذا الشيء، هذا الدواء اللي هو اسمه الالوبيورينول. الالوبيورينول هو عباره عن اكس او او زانثين اوكسيديز انهبيتر. طيب هسا يا جماعه الخير الالوبيورينول هذا اللي هو الاكس او الالوبيورينول عفوا بيعمل تثبيط لهذا الانزيم. هذا الانزيم بيعمل تقليل لكميه الدواء اللي بتكون اكتف، يعني مثلا افتراضا انا اعطيت 10 وحد من ال6 ميركيتوبيورين، هذا عمل تثبيط لاربعه وهذا عمل تثبيط لاثنين، اكمل وحده ضل اربعه اللي هي راح تشتغل كفورس بيلدينج بلوك، لانه هون راح اربعه وهون راح اثنين ضل سته، فهي سته، سته ناقص 10 ناقص سته ضل اربعه هون هم راح يشتغلوا. طيب هسا انا اذا واربعه كانوا كافيين ومناسبين، خمسه راح يضروني، انا ما بدي خمسه بدي بس اربعه. هسا هون اذا انا اعطيت الالوبيورينول، تمام، الالوبيورينول راح يحافظ على الوحدتين اللي راح تروح هون، فبالتالي انا مثلا اعطيت 10 راح يروحوا اربعه هون، اوكي ما اختلفنا، الاثنين اللي هون ما راح يروحوا لانه خلاص انا عملت ان اكتيفيشن لهذا الانزيم زانثين اوكسيديز عن طريق الدواء اللي هو الالوبيورينول. فبالتالي انا هون السؤال اللي بدي اوصل له، راح نقلل الجرعة ولا راح نزيدها؟ أكيد أكيد راح نقلل الجرعة، لأنه كمية الدواء 6 ميركيبتوبيورين اللي صار له إن أكتيفيشن قلت، فبالتالي أنا إذا كنت بعطي 10 وحد لازم أصير أعطي 8، وإذا كنت أعطي 8 لازم أصير أعطي 6 مثلا. هاي الأرقام ما حدا يحفظها، هاي الأرقام بس هيك من راسي عشان أوضح الفكرة. فمثلا أنا كنت أعطي هون 2 ملي، هون بصير إن أكتيفيشن لا مثلا نص ملي، وهون ل 0.2 راح يشتغل 0.3. سيبوكم الارقام بحكيها، بس الفكره اظن انها صارت واضحه، اللي هي شغله اذا عملت ان اكتيفيشن لزانثين اوكسيديز راح تزيد الجرعه الفعاله، فبالتالي انا لازم اقلل الجرعه عشان ما يصير عندي في زياده بالسايد افكت. طيب هون بيجي بيحكي لك فانا ممكن اوصل ان انا اقلل الجرعه تاعتي ل 75%، بيحكي لك if allopurinol is used with 6 mercaptopurine then the dose of 6 mercaptopurine is reduced by more than 75%. بالنسبه للانديكيشن انا متى بعطي موضوع ال 6 mercaptopurine، بحكي لك انا بستخدمه في حالات اللي بتكون عندهم اكيوت ليمفوتيك او اكيوت ليمفوسيتيك لوكيميا، بعطي كومبينيشن بين الميثوتروكسات والميركيبتوبيورين. شو الادفيرس افكت؟ كالعاده مايلو سيبريشن وايضا هيباتو توكسيسيتي. ليش هيباتو توكسيسيتي؟ لانه هاي الادويه عباره عن برودراكس، والبرودراكس راح يصير لهم فيرست باس افكت في داخل الكبد، فبالتالي ممكن يضروا لي الكبد بعد فتره. خلصنا من موضوع البيورين انتاجونست والبايرامدين انتاجونست، خلينا ندخل في الدي ان اي بوليمريز او الدي ان اي تشين الونجيشن انهبيتر. اول مثال عليه او هو المثال يعني اللي هو السيترابين. السيترابين يا جماعه الخير هو بيشتغل على بيشتغل بطريقتين، الطريقة الأولى أو بيشتغل بطريقة واحدة عفوا، الطريقة الأولى إنه هو بس يمنع الدي إن إي بوليمريز، الدي إن إي بوليمريز اللي هو بيمسك البيلدينج بلوكس بتاعت الدي إن إي اللي هو الأدينين، الجوانين، السيستين والثايمينين، بربطهم ببعض وبعمل لي إلونجيشن داخل الدي إن إي تاع الكانسر سيل. أنا بمنع هاي العملية، بعطي السيترابين، السيترابين بيمسك الدي ان اي بوليمريز بيعمل له انهبيشن، فبالتالي بطل في الونجيشن للدي ان اي، فبالتالي ما راح يصير مايتوسيس، الكانسر سيل راح يصير لها ديث. كالعاده السيترابين هو برو دراج، بيحكي لك ان سيل سيترابين از فوسفوريليتد للتراي فوسفيت ويتش اكت از كومبتيتيف انهبيتر. ان اديشن التراي فوسفيت سيترابين كان اكت از سبستريت فور دي ان اي بوليمريز اند بيكم انكوربوريتد انتو جروينج للدي ان اي تشين زي ما حكينا، ليدنج انه ايش يعمل تشين تيرمينيشن، بعمل لها تيرمينيشن توقف في عمليه الالونجيشن للدي ان اي، فبالتالي هو بريفنت ريبليكيشن اوف ذا موديفيكيت اوف ذا موديفايد عفوا دي ان اي كوزينج انهبيشن للدي ان اي سينثيسيس.
كيف يصنع؟ يصنع انه بحكي لك او شو اشكاله. السيترابين هو عباره عن ووتر سوليبل ستيرايل باودر، بعطيه انترافينيوس، بعطيه انتراثيكال، بعطيه سبكوتينيوس، اي شيء. بالنسبه للانديكيشن بعطيه لجميع انواع اللوكيميا، الليمفوسيتيك لوكيميا، بعطيه للاكيوت مايليجينس لوكيميا، الكرونيك مايلوسيتيك لوكيميا، المننجيال لوكيميا. خلاص اللوكيميا جميع انواعها مع السيترابين. الادفيرس افكت كالعاده بون مارو ديبريشن او المايلو سيبريشن، ممكن ايضا يعمل لي مشكله في الليفر لانه برو دراج، وبيعمل لي مشكله في الهارت. الميتابوليزم بتحول لميتابولايزد تو ان اكتيف برودكت اللي هو ايش؟ الارابينو فلوران، اللي هو هذا الاشي ما بعرف اذا الدكتور ركز عليه ولا، على الاغلب لا. هاي الاشكال اللي هي لازم تخلوها ببالكم بشكل عام، اعرفوا انه هذا المنظر هو السيترابين ومشتقاته، السيترابين، الجيميسيتابين، وهاي الاشكال كلها بتشتغل على البوليمريز انهبيتر، بتقلل او بتمنع الالونجيشن للدي ان اي. الموضوع الرابع اللي هو المسيلينوس انتي ميتابولايت، هذا الدكتور ما ركز عليه يعني شرحه باقل من 15 ثانيه، حكى انه في عندنا مثالين عليه اللي هو الهيدروكسيوريا والبنتوستاتين. الوضع الطبيعي او شو بيشتغلوا على الرايبونوكليوتايد ريداكتيز انزيم اللي بيكون موجود داخل السيل كانسر، بيعمل له انهبيشن، ولازم نعرف انه في منه اورال بايو افيلابيلتي او بقدر اعطيه اورال. هون كاتب سيلف ستادي يعني مش انه هالشيء، اعرفوا انه خلص يعني ممكن تيجي دائره شو المسيرينوس انتي ميتابولايت، هيدروكسيوريا والبنتوستاتين. هيك احنا بنكون خلصنا البارت 2 اللي هو الانتي ميتابولايت انتي كانسر ايجنت. نتمنى تكونوا استفدتوا ان شاء الله. ما في اي كلام اخر ان شاء الله نتكلم عنه. بالفيديو القادم ان شاء الله راح ندخل في موضوع الانتي كانسر انتي بايوتيك، راح يكون فيديو قصير ان شاء الله، معلش معتذر الفيديو هذا شوي طويل. الله يعطيكم العافيه ويجزيكم خير وموفقين ان شاء الله.